في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، تضع وزارة الأوقاف عددا من الضوابط الخاصة بعيد الفطر المبارك، حيث من المقرر إقامة صلاة العيد بمسجد السيدة نفيسة ونقلها على الهواء مباشرة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للإعلام. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا من مقر وزارة الأوقاف مراسل أخبار مصر وليد هيكل. وليد، بعد مساء الخير، أطلعنا على الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة بشأن صلاة العيد. نعم عمرو، بعد مساء الخير متابعونا معكم من ديوان عام وزارة الأوقاف ومن داخل غرفة عمليات الوزارة، حيث ذكر الخبر بالفعل معك عمرو الآن أن وزارة الأوقاف قررت نقل شعائر عيد الفطر المبارك من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، وذلك حضور أعداد بسيطة جدا أو عدد محدود من المصلين داخل المسجد. لكن عمرو، دعنا نقترب من هذه الإجراءات أكثر مع الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف. شيخ جابر، ونحن باقتراب عيد الفطر المبارك، ماذا عن الضوابط والتعليمات التي وضعتها وزارة الأوقاف لصلاة عيد الفطر، سواء الصلاة المنقولة على الهواء من مسجد السيدة نفيسة أو المساجد بصفة عامة على مستوى الجمهورية؟ بداية نهنئ الشعب المصري جميعه بقدوم عيد الفطر المبارك، نسأل الله عز وجل أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية والعالم كله بالخير والسلام والأمن والإطمئنان والصحة والسلامة. ضوابط صلاة العيد هذا العام تختلف عما كانت عليه من قبل. في صلاة السيدة نفيسة ستنقل شعائر صلاة العيد عبر التلفزيون المصري والإذاعات المصرية، كذلك سيكون هناك الإجراءات الاحترازية والضوابط المعمول بها، وهي التباعد بين المسافات بينه وبين أخيه مترين، ثم التعقيم الكامل للمسجد، ثم لبس الكمامات، ثم زجاجة المطهر والمعقم دائما مع كل إنسان، كذلك عدد 20 فرد يكونون في المسجد. أما عن المساجد الأخرى في جميع الجمهورية فسيكون الالتزام بإذاعة القرآن الكريم وما تبثه الإذاعات المصرية من تكبير وتهليل في المساجد، مع غلق المساجد من كل أبوابها ووجود طاقم العمل فقط من الداخل دون التكبير والتلبية، ولكن سيبثون ما تبثه إذاعة القرآن الكريم. كانت هذه هي أهم التعليمات التي صدرت عن وزارة الأوقاف عمرو، لكن وردنا الآن عمرو ونحن على الهواء أن وزارة الأوقاف قررت بعد أجازة عيد الفطر المبارك تكريم فريق عمل الاختيار. شيخ جابر، بعد أن وردنا هذا الخبر الآن، ما دلالة تكريم وزارة الأوقاف لأبطال عمل مسلسل الاختيار؟ حقيقة في سابقة من نوعها لم يسبقها أي سابق من قبل، معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة أطلق هذه المبادرة، وهي تكريم طاقم العمل وفريق العمل الذي كان في مسلسل الاختيار. وهذه تعطي رسالة هامة أن الدين الإسلامي لا يمكن أبدا أن ينفك عن الفن، والفن لا يمكن أن ينفك عن الدين، طالما أنه فن هادف يؤدي إلى معاني وقيم سامقة هادفة تؤصل في المجتمع المصري. ولذلك كانت سابقة من معالي الدكتور الوزير أن يقول سيكون تكريم لفريق العمل لأنه فن هادف يهدف إلى كثير من القيم والمبادئ ويؤصل قيم الوطنية في نفوس المصريين. كل شكر لك سيادة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف. إذا عمرو، كانت هذه هي أهم التعليمات وضوابط وزارة الأوقاف لشعائر صلاة عيد الفطر بإذن الله خلال الساعات القادمة. لكن عمرو، دعني أقول لك في النهاية أنه في ظل انشغال العالم بجائحة كورونا تأتي الدولة المصرية بالفعل، نعم عمرو معك، ورأينا أمس افتتاح مسجد الحق المبين والكنيسة بحضور سيادة رئيس الجمهورية، وإن هذا هو أكبر دلالة على خطوة التي تتخذها الدولة المصرية على طريق مواجهة الإرهاب بالتنمية الشاملة. إليك في الأستوديو عمرو. وليد هيكل، حدثتنا من مقر وزارة الأوقاف، شكرا لك ولضيفك الكريم.